ده زاهر، واساله كيف نعيد دراما زمان او زمن الفن الجميل، وهل هذا ممكن؟ يعني هل نعيد يعني زمن سبق ولا؟ هو موجود، وده حصل السنة دي في مسلسل اسمه قصر النيل، اللي هو ابتدى في فترة من الزمن، في زمن الأربعينات والخمسينات. كانت حدوتة حلوة وكانت موجودة من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ودي لأول مرة إن يكون في دراما كاملة بوليسية، دراما بتتمتع بالتشويق وتتمتع بالإثارة، وقديمة تبقى من تأليف حد معين. احنا كان قبل كده زي جراند اوتيل، دايما بناخد فصيل معين من مسلسلات اجنبية وبنيجي نمصرها المسرح ونحاول ان احنا نقلدها، وبتطلع صح علاقة قبول ونجاح مهم. بس السنة دي اللي حصل في قصر النيل بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وصبري فواز وصلاح عبد الله، الفنانين الكبار دول، فكل الكوكبة دول حققوا من خلال المسلسل قصر النيل. وانا شايف كمان المسلسل ده متمتع بديكور قوي جدا للفترة اللي اتكلم فيها، القضية نفسها كانت قوية ومناسبة ومشوقة وفيها إثارة، كله ده بيتمتع بيه. صحيح هو انه محققش مشاهدات الفترة اللي فاتت او في فترة رمضان، بس انا شايف انه هو ممكن يكون من المسلسلات زي ما حضرتك قلت الفن الزمن الجميل يتشاف ما بعد رمضان، وده برشحه.